بأربع أب على الساعة 6:07 كنت بالبيت بالجميزة. طلع أول انفجار، رجت البناية كلها. كان إيدي جوزي عم بيركض على البالكون، البالكون اللي بوجه البار دغري. ركضت أخته ميشيل وراه، و وأنا وجورج خيو عم نركض كمان لنظهر على البالكون. نحن عم نظهر بيطلع يعني شفنا الضوء، الدنيا كلها أصفر، عم بيبرم إيدي ليقلنا يعني بأقل من لحظة عم تيقلنا فوتوا، و طرنا كلنا لجوا شي 7 أمتار لجوا. أول صدمة إنه يعني طلع مين عايش مين ميت. الأضرب الصدمة بس تشوف الشارع كله مهدم. ترانا فين إجريك؟ ميرنا؟ ميرنا؟ وين إيدي وجوجو؟ أول ريفلكس كان لقلي أني صور، لأنه بعرف أنه هول الأوقات هن أهم شيء بالوقت يشتير شيء. ما بعرف شو دير براسي، بلاشت صور بس مش عم بقشع شو عم صور، يعني لقضى التليفون وعم ببرم مثل الزومبي، ما فهمين شو عم بيصير. مسكيهم بالمستشفى، ما فيهم يعملوا شيء. تاني نهار عم بحضر الفيديو، حضروني فيديو شو صار. كنت بعدني من المستشفى صرت صريخ، واجت النيرس عم تطلع انه شو فكروا في صار شيء، بس انه انا كنت عم صرخ انه ما عم يعني قلت لهم هيدا نحن خلصنا من هيدا الشيء. شيء أنا لهلا بحضر الفيديو وبحس بعصب كثير، بحس في عندي وجع جوا كثير كثير قهر. ولا بعمري بنسى وبخبر اولادي، اذا الله طعمني اولاد بخبر اولادي عن هالنهار كل يوم كمان.